إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. عباد الله، في هذا الحديث أدب عظيم من آداب الإسلام الذي يجهله كثير من المسلمين، ومن يعلمه منهم قد لا يطبقونه في حياتهم، على الرغم من أن هذا الحديث يحفظه أكثر الناس. ولنا مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقفات، فالوقفة الأولى: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين أن يتجنبوا قضاء الحاجة من بول وغائط في الأماكن التي يحتاجها الناس، كالطريق وأماكن الظل وتحت الأشجار، لحاجة الناس إلى تلك الأماكن، ولما في ذلك من أذية لهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من يفعل ذلك فإن الناس عادة يلعنونه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وكل ذنب توعد الله فاعله باللعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما الوقفة الثانية فهي حرص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على المجتمع، ومنعه من كل ما يضره وإن كان فيه نفع لبعض أفراده. فكل واحد منا يحتاج إلى قضاء حاجته وإخراج السموم والفضلات من جسده، ولكن لما كان في ذلك أذية لمن هو في حاجة لاستخدام الطريق أو الاستظلال، نهى الشارع الحكيم عن فعل ذلك. وفي أيامنا هذه نرى من يجاهر بالذنوب والمعاصي بحجة أن ذلك من احتياجاته الخاصة، بحجة أن ذلك من الحريات الشخصية، وما درى هذا المفسد أن شؤم معصيته سيؤثر سلباً على المسلمين كلهم، ويستحق بذلك لعنتهم عليه
وعلى من يعاونه في نشر تلك المنكرات. أما الوقفة الثالثة فهي مع اللعن، فلا شك أن اللعن ليس من صفات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. ولكن بالمقابل فإننا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لعن أقواما كثر على معاص وذنوب فعلوها، بل إن الله أثبت اللعن فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلم من ذلك أن اللعن نوعان: لعن عام كما جاء في الأحاديث، لعنة الله على السارق، لعنة الله على الزاني، لعن شارب الخمر، لعن آكل الربا، لعن الرائش والمرتشي، لعن المرأة التي تنمص حواجبها، ولعن كل من يتعامل بالوشم ونحو ذلك. فهذا لعن عام لم نخصص شخصا بعينه. أما النوع الثاني فهو اللعن الخاص، وهذا نوعان. فمن الناس من جاء اللعن بتسميتهم وتحديدهم، هذا النص من قرآن وسنة، كلعن أبي جهل، كلعن أبي لهب، كلعن فرعون ونحوهم، فهذا لعن جائز. وأما النوع الثاني فهو لعن المعين الفاسق، وهذا لا يجوز أن تلعن شخصا بعينه باسمه. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بأحد الصحابة فيجلد في الخمر مرارا، يجلد مرة ثم يعود فيشرب، فيجلد ويجلد ويجلد، حتى لعنه ذات يوم بعض الصحابة فسمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك قائلا: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لذا لا يجوز لنا أن نلعن أصحاب المنكرات المجاهرين بها بأعينهم، بأشخاصهم، بأسمائهم، ولو كانوا من المفسدين في الأرض. الوقفة الرابعة: إن منا عباد الله من يجلب اللعن لنفسه وهو لا يشعر. لقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلعن الرجل والديه، إذ يقول: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أنت عندما تعتدي على الناس لابد أن يعتدي الناس عليك بالمقابل. وأفعال المرء قد تجلب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كم من الناس من إذا ذكرهم الناس في مجالسهم ذكروهم بالثناء العطر والدعاء الجميل، بينما من الناس من إذا جاء ذكرهم في المجالس لم تسمع إلا اللعن والدعاء عليهم لفجورهم وفسقهم ونشرهم للفساد والانحلال بين المسلمين. جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، يعني جاره يؤذيه، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاصبر. فأتاه مرة ثانية: اذهب فاصبر. فأتاه ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، أخرج أثاث بيتك واجعله على قارعة الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنون ذلك الجار الظالم، يقولون: فعل الله به وفعل وفعل. فجاءه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. فهذا كان يؤذي جاره وما علم أن لكل فعل ردة فعل، فكان أنحاز نصيبه من دعاء الصالحين عليه ومن لعنهم، والله تعالى يتقبل منهم هذا الدعاء واللعن لظلمه.
وكم بيننا عباد الله، كم بيننا من هو ظالم لنفسه ولغيره، قد باع آخرته بمتاع حقير زائل من متاع الدنيا، فاستحق بذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوقفة الخامسة. كثيرًا ما يحصل اللبس عند المسلم بين مصلحته الشخصية التي قد لا تتحقق إلا على حساب مصلحة الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي بين أيدينا حذر من قضاء الحاجة في أماكن استراحة الناس، والرسول أيضا منع من تخطي الرقاب يوم الجمعة لما في ذلك من أذية الناس. وكم نرى من المسلمين المصلين من يأتي متأخرا فيتخطى رقاب المصلين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو في خطبة الجمعة ذات يوم وقد رأى رجلا يدخل قال اجلس فقد آذيت، أنت مؤذي. قد يقول قائل هذا يريد أن يسد فرجة أو أن يصل صفا، هذه مصلحة شخصية. وإذا صعد الإمام المنبر لم يجوز لأحد أن يتخطى الرقاب، لأن هذا مؤذن تأخر وآذى المصلين بارتقائه أكتافهم وهو محرم. كذلك منع الشارع الحكيم من تكسب الناس من طريق الخمار، من طريق الخمر والقمار، وبحجة أن إثمهما أكبر من نفعهما، وهذه قاعدة شرعية. متى كان الإثم يغلب على النفع فإنه محرم. ونظير هذا محلات المقاهي والمحلات التجارية التي تبيع الدخان وتبيع المعسلات أو المعسل، وقد آذوا أحياءنا، آذوا المسلمين بزحامهم وتكاتفهم على هذا المنكر، ملأوا الشوارع، ملأوا الطرقات، وآذوا السكان. والآن قد جاءهم فيروس كورونا، فهل سيستمر هذا التجمع على الحرام؟ الفائدة المالية لأصحاب تلك التجارة والله لا تقاس بالإثم والعقوبة التي تنتظر المتعامل معها، لأنه يضر بالمجتمع. عباد الله، إن ثقافة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هي ثقافة متأصلة في ديننا وعقيدتنا. لذلك كم يشعر المرء بالحزن إذا ذهب إلى مصيف أو إلى نزهة برية حين يرى من القاذورات والنفايات والمخلفات تحيط به من كل حدب وصوب، مما يدل على تخلف المتنزهين وجهلهم بأبسط الحقوق لمجتمعاتهم. هذه المناظر المشينة، هذه المناظر المشينة لا تعكس ديننا وقيمنا التي تحث على النظافة وتحث على حب الخير لمن يأتي بعدك، لكنها تدل للأسف الشديد على سوء التربية والتنشئة. ونحن في مجال الحفاظ على البيئة بين الدول في أسفل الركب للأسف الشديد، فهنالك الاستهلاك الجائر للمنتجات البلاستيكية الذي قد يؤدي إلى تلوث بيئي خطير. وللأسف لا نسمع من يطالب بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، على الرغم من أن دول العالم الرابع قد فعلوا ذلك بلا أدنى مشقة
لا شك إن في ديننا الحلول لكل مشاكل الدنيا، ولا يوجد مسلم يشك في ذلك، لكنها الأنانية وحب الذات والتفكير في المصالح الشخصية وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، تلك التي طغت على أذهان الناس واستعبدتهم، وعن عبادة ربهم ألهتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فاتقوا الله عباد الله، واعرضوا أعمالكم على القرآن والسنة، كي لا تكونوا من الذين حقت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغ بما يرضيك آمالنا، واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.